السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعى مجلس شورى ثوار بنغازي عددا من مقاتلي الذين قضوا أثناء دفاعهم وحمايتهم للعائلات التي خرجت من منطقة قنفودة على حي الصابري بمنطقة وسط البلاد. المجلس في بيان لا تحصلت التناصح على نسخة منه، قال إن ما حدث في بنغازي من قتل وتنكيل بالجثث ونبش للقبور وانتهاك للحرمات لن يزيدهم إلا إصرارا على المضي في مقاتلة ميليشيات حفتر حتى تتحرر الأرض من هذه العصابات حسب وصف البيان. هذا وكان مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي قد نجحوا في إخراج العائلات من قنفودة إلى الصابري في عملية أدت إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوفهم، إضافة إلى أسر عدد من العائلات وقتل آخرين منهم قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر. قال المكتب السياسي التابع لسرايا الدفاع عن بنغازي إنه يأمل في ترجمة تصريحات رئيس الحكومة المقترحة لأفعال حقيقية على أرض الواقع. وأكد البيان الذي صدر الجمعة أن سرايا الدفاع تنأى بنفسها عن الدخول في المعترك السياسي العام والتجاذبات السياسية، مشيدا بمواقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي شجبت وأدانت جرائم ميليشيات حفتر. أشار إلى أن رئيس الحكومة المقترحة قد استنكر في القمة العربية بعمان ما تقوم به ميليشيات حفتر من نبش للقبور وتمثيل بالجثث ومحاولة عسكرة الدولة وحكم الفرد. أعلن تكتل الوفاء المشكل من آمري الكتائب وآمري سرايا الثوار والنشطاء السياسيين والاجتماعيين في مدينة أباري في بيان له الأربعاء عن انتخاب مجلس أعلى للتكتل مكون من 6 أعضاء. البيان أكد على تشكيل مجلس عسكري مكون من الوحدات والتشكيلات المسلحة المنضوية تحت التكتل الذي يسعى لتحقيق المطالب العادلة لمنتسبيه عبر الوسائل السلمية المشروعة. أضاف البيان أن التكتل ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية ويعمل على سياسات هادفة تحافظ على الثوابت الدينية والوطنية وعلى التنوع الثقافي والسياسي بأباري وعموم ليبيا، مشيرا إلى أن الحقول النفطية ملك لكل الليبيين ولا يجوز إغلاقها أو المساومة عليها. نفى الفرع البلدي العربان التابع لبلدية غريان ومختاري المحلات التابعة له الخميس موافقتهم لما صدر عن بعض أبناء العربان من تأييد لمجرم الحرب خليفة حفتر. وأوضح فرع بلدية العربان أحد الفروع 6 التابعة لبلدية غريان أن البيان المؤيد لحفتر لا يمثل إلا من صدر عنهم فقط، وأن ما يمثل العربان هو فرعها البلدي ومختار المحلات. وصلت شحنة جديدة من العملة الورقية الليبية قادمة من بريطانيا بقيمة 150 مليون دينار بحسب ما أعلن مصرف ليبيا المركزي. المصرف عبر موقعه الرسمي قال إن الشحنة جاءت في إطار سعيه لتوفير السيولة النقدية بالمصارف التجارية وتخفيف من حدة الازدحام عليها وتمكين المواطنين من سحب مخصصاتهم المالية. أشار مصرف ليبيا المركزي أن الشحنة الجديدة المستلمة سيتم توزيعها على مختلف المصارف التجارية في أنحاء البلاد دون استثناء. ختام الموجز مشاهدينا، دمتم في أمان الله. We'll be right back.